أسعف مئات الأرواح وأنقذ مئات الناس ولبى النداء بلا تردد وبلا مقابل يوم احتاجه كثيرون، وها هو اليوم بأمس الحاجة إليهم. فهل من يسعف المسعف؟ إنه سيمون بدوي، ابن 23 عاما، فرد من عائلة معطاء مؤلفة من 5 أبناء، شابين وفتتين، جميعهم متطوعون في الصليب الأحمر اللبناني. منذ 17 دخل متطوعا في الصليب الأحمر، أحب رسالة العطاء من دون أن يعلم أنه في 23 سيتحول محتاجا تلك الرسالة. فسيمون يعاني منذ 3 سنوات اللوكيميا، أي سرطان الدم. صارع المرض بقلبه الشاب النابض بالحب والمندفع لكل خدمة ومساعدة، لكن وضعه دقيق هذه المرة واليد قصيرة. سيمون بحاجة هلأ لعملية تيشفي من الكانسير. طيب مشان نعمل عملية، أول ستيب هي ننبش على خزعة مال أساس طابق لسيمون سيمون بدوي خيي. لقينا خي بيير اللي موجود بقطر طبقت 100%. شو بقي اليوم؟ شو المطلوب؟ اليوم مطلوب تكلفة العملية اللي هي قديش؟ اللي هي 80,000 دولار. بس العملية؟ بس العملية، غير العلاج اللي بعد العملية. طيب وهيدا المبلغ انتم ما بتملكوه؟ لا، ما بنملكه ابدا هالمبلغ، ومشان هيك عم بطلب مساعدة العالم تساعدنا تنأمن هالمبلغ. يمكن صار الوقت الناس اللي اسعفها سيمون هي تسعفه هلا. وسيمون صار له 7 سنين بالمركز، قدم العالم من قلبه، فلازم هالعالم تقدم شوي من قلبه. معا نلبي كل نداء، شعار حمله مرة سيمون في حملة للصليب الأحمر اللبناني، وها هو يحمله اليوم عانيا به نفسه. فهل من يبادله الوفاء ويلبي النداء؟